عسلامة، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا هريسة عربي تونسية، بنة على بنة، ومعها مكون يقوي المناعة ويزيد بنانها اكثر. باهي، اول حاجة عملناها خذيت الفلفل، نحيت له الزريعة متاعو وغسلته، نفخته في شوية ماء، حطيته في الماكينة، حطيت عليه راس ثوم. مخذيتش برشا فلفل شايح، من با 100 غرام، 120 غرام. حطيت عليهم راس ثوم، حطيت مغرفتين صغار تابلو كروية وشوية ملح، ما تكثروش برشا ملح. وهذا المكون اللي باش يزيدها بنة على بنة ويخليها لكلها منفعة ويقوي المناعة، اللي هو الزنجبيل، وتجي بنينة بنينة ما شاء الله. نرحي فيها، ومن بعد زدتها حكاية ربع كاس متاع ماء ولا نصف كاس متاع ماء، انتي والتكستور اللي تحب عليها. ونقعد نرحي فيها حتىش تحصل على الشكل هذايا. ما نحكي لكم شو الريحة، ما شاء الله ريحة الثوم والتابلو كروية. ما نحكي لكمش على البنة. ونحط عليها نكيتة زيت. ان شاء الله تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك وتشتركوا لي في القناة وتشجعوني باش يوصل لكم اي فيديو جديد نحطه ان شاء الله. هذا الشكل النهائي نتاعها، نودكم ومنشاهيكم. ما شاء الله تبارك الله، جات بنينة بنينة تهبل، وفي نفس الوقت حويجة منفعة، وتبنى لنا الماكلة. ان شاء الله تجربوها يا ربي الوصفة، وان شاء الله تعجبكم. بسلامة.